السلام عليكم عصابة الربح، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معانا النهاردة ايداع جديد واثبات سحب من موقع كروميكس. هنعمل ايداع في الموقع بمية روبل وهنسحب 72 روبل. نروح الموقع، اللي ما شافش الموقع، الموقع بتسجل من هنا، بتكتب اليوزر نيم بتاعك وهنا البريد الالكتروني، بعد كده الباسورد، بتأكد الباسورد، بتدوس على تسجيل، وخطته الاستثمارية بتديك 200% بعد 67 ساعة. وزي ما قلتلكوا، الخطة اللي انا شغال بيها ان كل ما ادعي بيخلص بعمل ايداع جديد. هندوس على دخول من هنا وتكتب اليوزر نيم بتاعك والباسورد، وبندوس على انا لست برنامج روبوت، وبندوس على دخول. هيودينا للداشبورد بتاعتنا، معايا 73 روبل في البالانس هنا، هنعمل بيهم اثبات سحب. هندوس على كلمة انتاج من هنا، بعد كده هنختار المحفظة اللي احنا عايزين نسحب عليها، وبنكتب الكمية اللي احنا هنسحبها، ال 73 روبل اسف اللي معانا، وهندوس على اضافة، فيسحب معانا السحب الفوري في الموقع. نستنى كده لحد ما السحب بس يتم وسحب يتحمل. اهو كده تمام، وبعت لنا. نروح نتأكد الفلوس وصلت ولا لا. ادي يا شباب، 73 روبل وصلوا تمام. هنروح بقى للموقع تاني وهنعمل ايداع من هنا، بندوس على ايداع، هتختار البنك اللي انت هتودع بيه الخطة. مثلا هنختار من هنا بنك الباير، وهنكتب هنا عايزين نودع كام، هنختار 100 روبل، وهندوس على اضافة، بيقول لنا البيانات ان انت هتودع والكلام دون، والاداء بتاعك كذا والكلام ده. هندوس على دفع، هنيجي هنا على الباير، هنحدد عملة الروبل، وهندوس على كونفير. هيحولنا الباير بالتأكيد، هندوس على كونفير. كده الايداع تم معانا. لو نزلنا هنا هنلاقي ان الايداع تم بنجاح. لو رحنا على الودائع هنلاقي ان الايداع بتاعنا نشط، والايداع اللي قبليه لسه نشط ما اتلغاش. ولو رجعنا الملف الشخصي هنلاقي ان الايداع بتاعنا بقيمة 300 روبل. وبكده نكون خلصنا فيديو النهارده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.